جوزيف لمبتي زيد خرج البطاقة الصفراء والحمراء سيد الحكم مادام صفر ضربة بهذا الشكل. كاسبر جاك ماسك في شعره وراسه لم يكن يتوقع أن يصفر له حكم المباراة ضربة جزاء بهذا الشكل. الضربة صفرها حكم المباراة، يعني لو كانت ضربة جزاء وكان فيه خطأ أمنح له البطاقة الصفراء. يعني كمل ضربة الجزاء يقول حكم المباراة الغاني لمبتي هاي الإعادة مرة ثانية. في صراع ثنائي، في صراع ثنائي مع كارل مجاني في هذه الكرة. التغطية كانت رائعة من سيد كيطا، صعب الحكم عليها ولكن يبقى أننا حكم المباراة، القرار حكم المباراة نحترمه. ضربة الجزاء من سيد كيطا في تنفيذ هذه الرمية، صاحب 23 هدف مع منتخب مالي في 93 مباراة لعبها. يلا يا سيد كن سيد، سيد كيطا في هذه الكرة، سيد عز الدين دوخة ولا كاد يصد دوخة وسجل هدف، أول أهداف المباراة لسيد كيطا على يمين دوخة. الماليون يفتتح مجال التسجيل لصالح المنتخب المالي. الآن راح نشوف منتخب جزائري قد يخرج من منطقته. سيد كيطا القائد يريد أن يقود منتخب بلاده إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا. نذكر بأن التعادل يكفي، فوز يكفي الماليين بأي نتيجة كانت للتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا في غينيا الاستوائية. أول ضربة جزاء وأول هدف صفر حكم المباراة لصالح منتخب مالي أمام الجزائر عند الدقيقة 30. المسها بيده اليمنى، أي أي أي، المسها بيده اليمنى الحارس عز الدين دوخة. كرة السيد كيطا طبري، التسديدة من طبري، ولا جول، هدف ثاني مباغت كل، هدف ثاني يا عز الدين يا دوخة. الكرة باغتك، ضربت في المدافع وباغتته، لم يحسن عز الدين دوخة، لم يعرف اتجاه هذه الكرة. كان بإمكانه، نقول كان بإمكانه لأننا نشاهد، ولكن التسديدة كانت مباغتة، ضربت في المدافع وباغتت عز الدين، وجاء الهدف الثاني لصالح المنتخب المالي. التسديدة كم كانت قوية. يا عز الدين، يا عز الدين، الضربة باليد باللكمة لم تكن موفقة. كرة مثل هكذا دائرة راجية من السماء، صعب عليك أنك بيدين، ممكن بيدين اثنين ممكن، أنا بيد واحدة لا، لكن احنا نعود نقول رانا نشاهد في الصورة على الشاشة، هو اللي فوق أرضية الميدان ويجد الصعوبة في صد كرة مثل هذه. المهم كانت عنده الريفلكس لكي يرجع، لأنه عرف اتجاه الكرة.